سبور الموسيقى الأخبار والزفن سمعك التصوير مفارق الرمانة. مرحبا بكم من جديد مستمعنا الكرام. نرحب بسي صلاح الدين الرحيم رئيس جمعية جابس بيئة وصحة. مرحبا بك سي صلاح. وبيك يعيشك. شكرا على الاستضافة وتحية لكل مستمعات ومستمعي إذاعة وزفامة. شكرا لك. والدكتور عبد الله الزرلي رئيس لجنة كلية الطب وجمعية كلية الطب. مرحبا بك دكتور. نشكر إذاعة وزفامة على عنايتها بهذه المواضيع الهامة التي تهم مواطن جابس جميعا نساء ورجالا. شكرا لكم. باش نبدوه نبدوه الموضوع هذا نبدو ساعة من البيان أصدر نهار الجمعة عدد من مكونات المجتمع المدني بجابس بيان شديد اللهجة هكا جي في نص البيان على أثر التوقيع على اتفاقية لتمويل إنجاز مستشفى متعدد الاختصاصات بولاية جابس بين وزارة الصحة ومجموعة المستشفيات الدولية بالمملكة المتحدة وبمشاركة وزيرة الصحة سميرة مرعي وسفير بريطانيا بتونس على هامش اختتام المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020 اللي تحصلت منه جابس على الجزء القليل إن لم نقول أنا ما تحصلت على شيء. وعبر البيان على استنكار شديد لتغيير صفة المستشفى المزمع إنجازه من جامعي إلى متعدد الاختصاصات معتبر أو معتبرين أنه حق للجهة يراد سلبه ومهددين بالتصعيد عبر القيام بمسيرات في صورة تمسك الوزارة بعدم تغيير صبغة هذه المؤسسة الاستشفائية. ونرجع بالطبيعة على التحركات القادمة بالنسبة للمجتمع المدني وكذلك المنظمات الجهوية. نبدو معك سي صلاح الدين الرحيم. كنا انتظاراتنا كبيرة يبدو أن بالطبيعة بدأنا غير نشد الموجود بالنسبة للقطاع الصحي. شكرا لك أخ محمود. قبل الخوض في غمار هالموضوع وما معناه وثيرة حوله من جدل نحب الله باش نعطي صورة الواقع معناه الواقع الصحفي. بس أنا حبيت بالمناسبة هذه نقدم تحية معناها الترحم على الشهيدة نقوله شهيدة معناه الوضع الصحي بجابس هاجر زمزم الله يرحمها وصبر. هي كل حال هي رسالة هذه معناها هذه هي الصحة في جابس اليوم. كيفاش الجابسي معناها الشباب هذا اللي تلخص الوضع الصحفي بالضبط. حبيت نعمل أوماج نقوله حليلة روحها. نقول هاجر زمزمي بنية صغيرة عمرها 11 عام كانت بنية ناشطة تقر على روحها كي بنات قريتها كل تمشي كل يوم الصباح المدرسة تحيي العالم وتغني النشيد الرسمي نموت ونموت ويحيى الوطن. حلمها كان بسيط ما كانش تحلم باش تمشي لدحدح ما كانش تحلم باش تمشي لكارتاجلاند. كان حلمها بسيط كيما صحباتها الكل كانت تحب تولي عندهم سبالة في دارهم وتحب تواليت في المدرسة نتاعهم مدرسة نتاعهم اللي فيها أكثر من 600 تلميذ فيها زوز تواليتات بركة. حلمها كان بسيطة أفكارها كانت بسيطة. هاجر كانت تخاف من الليل وتخاف من المرض كي صحباتها الكل خاطر ما عندهمش طبيب الخاطر الطبيب ما حبش يجي يخدم في المستشفى نتاعهم. هاجر رغم أنها صغيرة في العمر لكن كانت شاهدة على القرية اللي وقفوا لتونس قبل ما يقول رئيس الحكومة وقفوا لتونس. أهل القرية وقفوا لتونس وقت تبرعوا بقطعة أرض وقفوا لتونس وقت الجمعوا 200 مليون رقم الفقر ورقم ظروفهم الصعيبة. وقفوا لتونس وقت الجابوا سيارة أسعاف تبني المستشفى الوسيط جت التزهيجات فرحوا الأهالي ذبحوا ودشنوا المستوشف. هاجر ما عاش باش تخاف من الليل هاجر ما عاش باش تخاف من المرض لكن الفرحة ما طلتش على خاطر الطب ما جوش والسبيطار ما تحلش. مرضت هاجر تعبت تعكرت حالتها هزوها للسبيطار الكبير في المدينة خاطر ما عندهمش سبيطار ومن ثم برشا طب لكن الطب قالوا لهم ستروتار. دخلت هاجر في غيبوبة ماتت هاجر ما تحققتش حلمها مازالوا ملاها ما عندهم سبالة مازال تولات ما تبنش في المدرسة ومازال طبيب ما جاش للمستشفى. هذا يوقع الصحة في جابس. شكرا لك. بطبيعة بتأثر تقر هذايا وهذايا بطبيعة معناها مفهوم ونتفهمه. للأسف وصلنا الوضع لا يطاق دكتور. بطبيعة علاش معناها يصير في ولاية كما جاب سكرة وموش نطرحه في الموضوع هذا وصلنا في الحقيقة بيدنا نتسائل وعلاش ليصير هيك. هل أن جابس مستهدفة في خاصة في الوضع الأصل فيها أن الجهات هذية اللي هي معناها منتهكة في الصحة متاحها بالهواء وبالبحر وبال
اللي تحب انت علاش معناها المعامله هكي، وانت كنت تحكينا دكتور على ان المستشفى هذا جامعي عنده سنوات، والمطالبه الرئيسيه بالنسبه للمستشفى والجابس هو احداث كليه للطب. شك ضحايا الوضع الصحي المتردي في جابس كثر، وهم من النساء ومن الرجال ومن الناس الذين يقع لهم حادث، ذلك لأن التجهيزات والكفاءات في هذا المستشفى والعناية ضعيفة ضعيفة، بحيث تنتج عنها أخطاء كثيرة كثيرا ما تزهق نتيجتها الأرواح. أعود إلى وسعينا من أجل النهوض بالصحة، من أجل سعينا إلى بعث كلية الطب بالجهد، وكنا كل ما دعونا ألحاحنا نحن في الدعوة إلى كلية الطب، كان الآخرون الرسميون يطالبوننا بالاقتناع بمستشفى جامعي. لكن ما راعنا اليوم، وهذا مما يثير السخف مما يثير الشفقة على الواقع في هذه البلاد، أن حتى المستشفى الجامعي أصبح محل نظر، بل نسمع اليوم أن السيدة الوزيرة العالية تحاول أن تجعل منه مستشفى متعدد الاختصاصات بوليفالون، وأنه مستشفى جهوي. واسمعني أن أقول لك أن مستشفى جابس، وأن تسجل علي هذا التاريخ، هو جامعي منذ 1982. يومئذ كان وزير الصحة السيد بن ضياء، وكان رئيس الوزراء سيد محمد المرحوماني، كلاهما ندعو لهما بالرحمة، سيد محمد مزالي. هذا صادر في الرائد الرسمي سنة 1982، مستشفى جابس مستشفى جامعي. 1982 كم عندنا اليوم من سنة؟ أيضا تقريب 36 سنة، 36 سنة، وهذا الموجود مكتوب المعبر في الوثائق الرسمية للدولة لم ينجد. وأنزيدك في الواقع، هذا المستشفى كان يحمل يافطة على جبينه مستشفى جامعي، ومن له بعض التقدم في السن يعرف أن هذا المستشفى كان مستشفى جامعي. فما راعنا إلا وأيادي خبيثة وسماسرة وأصحاب مصالح يحولونه إلى مستشفى جهوي في غفلة من الناس، في غفلة من الناس. ولهذا نقول للناس أفيقوا 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 في غفلة من الناس. نزيدك أيضا نأكد لك أن مستشفى جابس أيضا جامعي البيان المجلس الوزاري سنة في 6 ديسمبر ميكروب الأسئلة. نزيدك أن مستشفى جابس جامعي في 6 ديسمبر 2013 في البيان الوزاري، يوما عقدت جلسة وزارية خاصة بجابس إثر المسيرة المعروفة 25 جوا في هذا 6 ديسمبر 2015 البيان، مازال سنتيك فيه سنتيك. ها ونقرأ عليكم الباب المعلن الأول: الإذن بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية والسلطة الجهوية ومثلين عن المجتمع المدني بجهة جابس لمزيد تعميق النظر في مشروع إحداث كلية الطب. وذهبنا نحن أهل جابس لنناقش مشروع كلية الطب. أما المستشفى الجامعي فكان هو ثانيا، أولا تلك ما يتعلق بكلية الطب، ثانيا اسمعني التعجيل بإنشاء المستشفى الجامعي، التعجيل بإنشاء المستشفى الجامعي بمدينة جابس، وأكثر من هذا وإعطاء إشارة انطلاق الدراسات في أقرب الأجال. هذا مقرر وزاري في بيان وزاري. أزيدك بيان
في مناسبة أخرى، في كذلك في المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد في 25 جوان 2015 برئاسة السيد لحبيب الصيد، يقول هو الآخر في القطاع الصحي، يقول صفحة 7 من البيان، يقول الشروع في بناء المستشفى الجامعي، الشروع في بناء المستشفى الجامعي مع الانطلاق خلال سنة 2016 في مستوى الدراسات، الانطلاق ابتداء من سنة في الدراسات المتعلقة بالتأثيرات الصحية. إذن هذه قرارات واضحة لا لبس فيها. إذن أن يعاد أن يصبغ اليوم بشيء من الغموض، إذن قرار هل هو جهوي، هل هو متعدد الاختصاصات جهوي، هل هو مستشفى جامعي، هذا أمر لا يقبل أبدا ولا يجوز في حكومة تحترم نفسها، وخاصة نحن نؤمن بالمؤسسة، وإن كان لأن الوزارة وإن ذهب وإن تغيرت الوجوه عليها فإن المقررات هي مقررات دولة لا يمكن أن تتغير، ولا يقبل عاقل ولا يقبل عاقل مثل هذا العبث. ولهذا نحن نهيب اليوم بالسلطة الجهوية أن تطلب تفسيرات، ونهيب بالوزارة إن أرادت أن تحترم نفسها أن تقدر هذه القرارات الوزارية التي هي قرارات دولة، وأن تجيبنا في العاجل في القريب العاجل عن كشف الغطاء وإزالة الالتباس والتقرير بأن هذا المستشفى سيكون جامعيا. ونحن من جانبنا المجتمع المدني قد أرسل إليها بعريضة في هذا الشأن، وسنواصل الكتابة إليها وسنمتحن صدقها ومصداقيتها، الوزارة والحكومة سنتابع، وإلا إذا لم يكن هناك بد سنلتجئ أيضا إلى النضالات المشروعة والقانونية التي يسمح بها القانون والتي يستعد لها الجبس. ونحن كنا في مسيرة سابقة من أجل كلية طب، خرجنا نحو من 80,000، اليوم ممكن نخرج كلنا كبيرا وصغيرا بعد هذا الاستخفاف والضحك على الذقون والاستهانة بنا، وهذه الاستهانة التي أصبحت لا تطاق. وثم هذا الأمر أيضا أصبح لا شك مثل هذا التلاعب يجعلك يضعف الثقة بالحكومة ويضعف مصداقيتها، ولا شك الحكومة إن ذابت مصداقيتها فقدت شرعيتها. واضح سي صلاح، علاش الاستخفاف؟ أسأل طرحها الدكتور عبد الله الزريلي ويقول لك وصل العبث، معناها في مداخله معناها يلتحق بنا بعد شويه احد النواب، وحنا باش نحاولوا ناخذوه من النواب الكل ونحملهم حتى المسؤوليه كذلك، لانه بالطبيعه يمثلوا اهالي جابس في مجلس النواب وهم قراب من السلطه المركزيه، وهذا بالطبيعه ما فيش احترام لاستمراريه الدوله كذلك يصلح. اكيد والله خلينا نواصل من حيث انتهى سي عبد الله. احنا وقت اللي خرجنا في مسيره تاريخيه اللي كانت بتاريخ 27 نوفمبر 2013 معنا، قدمنا نموذج، قدمنا رسالة للحكومة وللدولة التونسية، أعطينا نموذج معناها في السلمية وفي التحذر. علاش هذا؟ احنا ما حرقناش ما كسرناش، لأن عندنا قوت الحجة، احنا ناس معناها نؤمن بالدولة وأمننا بالتجربة الديمقراطية، وما حرقناش ما كسرناش، مشينا بتعقل رغم أن العديد لمونا. وحنا يعني سي عبد الله كنا من ضمن اللجنه معنا اللي مشت لتعميق النظر وقتها مشينا للوزاره، وبالعكس احنا رانا ربحنا وقتها ما خسرناش. علاش ربحنا؟ ربحنا كنا كما قلنا ماناش خايفين، يعني عندنا قوه الحجه وعندنا قوه الاقناع، وقدمنا ملف في على مستوى وزاره التعليم العالي ووزاره الصحه،
معناها قدمنا تقرير وديزيكسبير خبراء معناها كانوا موافقين عليه وصار نقاش وكان نقاش كبير وثري استفدنا حتى احنا استفدنا ولكن كي روحنا عندنا زاد وعندنا تفاؤل علاش؟ لان ولت عندنا قناعه ان اليابس صحيح ان تمكن معناها تكون فيها كليه طب خمسه ورجعنا بتعقل وكسبنا معناها علاقات مع العديد من الاطارات الطبيه في اعلى مراتب معناها في تونس اللي هما معناها من جهه اليابس وحتى من جهات معناها اخرى اللي ساندونا ووقفوا معنا وفهمونا قالوا لنا بالله مثال تعاملوا بتعقر راهو عندكم الحق في كل الطب وعندكم الحق في المستشفى الجامعي لكن هات نبنوا راهو يلزم التدرج كل الطب يلزم نحضروا لها اليات وادوات واقنعونا بمعناها انجاز المستشفى الجامعي ويقولوا لنا معناها يرجعوا لنا التالي حتى التاريخ وسي عبد الله ذاكرته قويه ونعرفه هو حامل معناها تاريخ الجهه والموضوع هذايا ثم صدر مره في ارتيكل في جريده لابريس الفرنسيه تاريخ ابريل 2007 هذا في العهد 2007 هذا في العهد الماء ها شوفوا شو يقولوا معناها لوبيتال ريجيونال دي جابيس سي ترانسفورم اون بول ميديكال انتر ريجيونال لازم نترجم بعد ذلك رغم اني مانيش مترجم لكن نحاول ان شاء الله نوصل المعلومه نعطوا لب لي فور دي تا سي بورسويف اون في دو بيرميتر ا لوبيتال دي جابيس سي ترانسفورمي بروغريسيفمون اون ان بول ميديكال انتر ريجيونال رايون نو sur l'ensemble du gouvernorat du sud-est du pays et un grand centre hospitalier qui se hisse au rang des hôpitaux universitaires de Sfax sous monastir de Tunis. معناها هذه الرؤية حتى في سنة 2007 كانت جابس فيها برنامج لي معناها إنجاز أقطاب إقليمية قطب معناها صحيح قطب شوالي قطب معناها مستشفى إقليمي إقليمي أي معناها أنت الريجيونال إقليمي معناها أي باش يتحول علاش حتى يرتقي حتى يشع على منطقة الجنوب الشرقي فهمت ويرتقي في صفوف المستشفيات الجامعية اللي هي معناها كانت النية كانت ديما جابس كانت ديما فيها البرنامج فيها الفكرة التطور في قطاع الصحة باعتبار موقعها الجغرافي والتاريخي نقولوا فيه لمنطقة عبور وجابس راه في مجال الصحة راه عندها تاريخ وباع وذراع راه وقت نحكوا على قسم العيون عندها تقريب تاريخ راه 5 عقود في جابس معناها طب الاختصاص الاطفال سي عبد الله واني ممكن تعرف هذايا معناها 5 عقود كان عندنا طبيب اختصاص اطفال كان عندنا طبيب ولاده 5 سنين منذ حتى في ما بعد الاستقلال معناها عندها تاريخها جابس راهو في مجال الصحه عندها وهذاك علاش عندها كل المقومات وكل المبررات باش تكون فيها كليه الطب هذا كنا ما نطمح عليه كي روحنا سي عبد الله والناس الكل تعرف معناها ما نقولوش وحدنا لان المنظمات معانا وحتى كان حتى عشان النواب يعرفوا هذايا وكبر المنظمات والمجتمع المدني كله وحتى الحزب السياسي شاركنا في وضع تصور كان عندنا تصور واضح قلنا باش نمشوا لكليه الطب اقنعونا باهميه مستشفى الجامعي وبدينا نبنوا في ذلك نبنوا على اساس ان ننجو مستشفى الجامعي وحتى حد ما سمعناها خلال 3 حكومات متعاقبه وثلاثه وزراء الصحه اللي فاتوا حتى حد ما انكر ذلك ونزيد نذكر يعني اكثر الزياره اللي قدمها السيد الدكتور محمد صالح بن عمار يوم 17 جانفي 2015 حكينا معاه وانا تربطني به علاقه معناها حتى شخصيه وحتى في حراكنا هذايا معناها مساندنا معناها كان ياكد على تفعيل قرارات وعمره ما قال معناها كان موافق وقال لي عندكم الحق في كليه الطب في مستشفى جامعي عفوا جي زياره هاي اخيرا معناها زياره سيد العايدي اللي جي في تو معناها في 23 ابريل 2016 هاو شو يقول معناها هاو هذايا ارتيكل في الصحافه موجود معناها أكد وزير الصحة سعيد العايدي خلال زيارته الميدانية قام بها يوم السبت إلى ولاية جابس التزام الوزارة بإنجاز كل المشاريع المعلنة عنها في المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 25 جمال 2015 بإشراف رئيس الحكومة وفي مقدمتها مشروع المستشفى الجامعي. شو اللي تغير اليوم؟ هذا هو اللي تغير، اللي تغير اليوم أن ثم حكومة جديدة كنا نأمل أن حكومة وطنية فعلا معناها باش تلتزم تفعيل القرارات لكن يبدو لي خلينا نقولها ونتحمل مسؤوليتي في قولها يبدو ان وزيره الصحه هذه عندها راي اخر وعندها فكره اخرى خاصه احنا نعرف ان هذه في حمله انتخابيه نتاعها كانت وعدت اهالي مدنين وعدتهم بمستشفى جامعي وكليه الطب نحن هنيئا لهم احنا عمرنا ما كنا ضد ذلك ونحن ديما نقولوا جابس راهي كانت وستظل ديما قبله لكل الاهالي جابس من تاريخها كانت راهي محطة كانت الناس تظل بظلالها وهاك تشوفوا جابس هي مفتوحة إلى كل الجهات وكل معناها فينا من كل الجهات عمرها ما كانت عندنا فكرة جهوية عمرها ما رفعناها بل بالعكس حتى انهارت اللي خرج القرار بتاع سي عبد الطيف مكي بإنجاز كلية الطب في مدنين احنا بركنا لهم وهنيناهم
والى يوم الناس هذا نحن هذايا الخط معناها نحكوا فيه، وعمرنا ما كنا عندنا فكره جهويه. لكن يخليني انا بصراحه حاليا نشك علاش وقت الوزيره معناها صرح اخيرا تقول معناها راه باش نعمل مستشفى جامعي في مدنين، هي من حقها ذلك، من حقها وربي عونا ونحن نبارك ذلك ونثمنه. لكن وقت نحس تعطيل قرار يتحس تعطيل قرار في جبس، وقت يطرح لي اكثر من سؤال ويخليني حقيقه نشك. وذاك علاش ماذا بينا ما ندخلوش في الشك هذا، وماذا بينا ايضاحات، ماذا بينا تتوضح المساله هذه، لان رانا حقيقه يزينا راهو الكاس فاض، لن نتنازل عن حقنا في مستشفى جامعي. وهذا توصي محمود تعطيني بعطيك الفكره نوريك علاش جبس راه تنجم تعمل مستشفى جامعي في كل وقت، وحاضرين باش نعمل مستشفى جامعي بكل مواصفات. واضح. صباح النور سي محمد زريق، مرحبا بك. اهلا وسهلا، شكرا لك. في مداخله لك حول الوضع الصحي بجابس، طلبت الوزاره باحترام استمراريه الدوله واقرار الصبغه الجامعيه للمستشفى المزمع بعثه تنفيذا لقرار المجلس الوزاري او تنفيذا لقرار المجلس الوزاري المنعقد في 25 جوان 2016، ببعث مستشفى جامعي بجابس، وطلب توضيحات حول الاتفاقيه التي ابرمت مع المجموعه البريطانيه. المثال الانجليزي بالطبيعه اللي استشهدت به تقول اعطني صحه وخذ ثروتي، نحن في جابس لم نبقى أو تبقى لنا لا صحة ولا ثروة نقايض بها، حوصرنا بين فكي كماشة تلوث من جهة والإهمال الصحي من جهة أخرى. بالطبيعة ثم استياء كبير خاصة من طرف المجتمع المدني والمنظمات الجهوية سي محمد، وانت ربما أكدت على هذا أمام وزارة الصحة. حسب تقديركم سي محمد، علاش تعامل بالاستخفاف هذا اللي قال عليه سي عبد الله زرلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحييك ونحيي اذاعه وزي الزفان والاخوين من المجتمع المدني اللي معاك وكل اهالي جبس. على كل حال نحن كما ذكرت انت تو كنت تذكر، نحن الحقيقه عبرنا على تمسكنا بحقنا في مستشفى جامعي، وهذا قرار تاع مجلس وزاري المنعقد في 25 جوان. اللي حصل هو انه في وزاره الصحه والوزاره الحاليه هذه وقع تغيير الصبغة هذه إلى مستشفى متعدد الاختصاصات. وسعينا نحن مع وزارة الصحة ومع وزارة التنمية والتعاون الدولي بتغيير أو الرجوع للصبغة الأصلية. لقينا تعاون كبير الحقيقة من وزارة التعاون الدولي، ووصلنا إلى حل هو أنه معناها باش ما توليش فما مستشفى متعدد الاختصاصات مستشفى جامعي، قالوا نحطوا الكل تو الآن متعدد الاختصاصات، لكن رانا بعتالي باش نغيروها مستشفى جامعي. ما رعنا الا في الاخير معناها في القيروان حطوا مستشفى جامعي، وجابس مصرين على انه يكون مستشفى متعدد الاختصاصات. وهذايا الحقيقه معناها يثير بعض ما نقولش الشكوك، ولكن بعض القلق. مش شيء هذايا، نحن عبرنا على تمسكنا وبزنا متمسكين، ولن يكون باذن الله في جابس الا مستشفى جامعي. لكن الاشكال هو انه يلزم الان قبل ما تنطلق الدراسات يلزمنا نحرص على انه معناها بالتواصل وبالضغط انه يكون معناها الصبغه هي مستشفى جامعي، لانه في يعني في المخطط معناها الهندسي وفي المخطط الوظيفي لابد ان يكون مستشفى جامعي، لانه فما يعني استتباعات على مستوى يعني جمله من التجهيزات وجمله من البناءات. ف ما هوش صحيح انه خلينا نبنوا تو مستشفى وبعدين تنحولوا للصبغه نتاعو، لا، من الان طالبين انه يكون مستشفى جامعي. وفي الدراسات لازم يكون معناها دراسه تكون على مقتضى انه يكون مستشفى جامعي. المسائل الاخرى اللي تعللوا بها على انه لابد ان يكون فيه اتفاقيه بين المستشفى وبين الجامعه، هذه مسائل الحقيقه معناها مش صعيبه برشا علينا، ما ذكروهاش في الاول ذكروها كان في الاخير، وهذا معناها نقص حاصل عنا، وخاصة نحمل مسؤولية في هذا الإدارة الجهوية للصحة بجبس. المفروض راهي تولت الملف هذا الحقيقة، آخر من مهتم بالموضوع هذا هي الإدارة الجهوية للصحة، وهذا يقلق كبير. معناها السلطة الجهوية والنواب والمجتمع المدني خايضين في الموضوع هذا وما حسناش معناها، رغم أن فما تقدم طلب معناها للتدخل في الموضوع هذا، ولكن ما وقعش التدخل هذا. ولكن كما قلت أنا نطمن أهالينا في جبس أنه نحن كنواب رانا متمسكين وحريصين على انه يكون مستشفى جامعي، وهذا مش مزيه، هذا حق، وهذا معناها قرار معناها نتاع دوله، ولابد من احترام تواصل الدوله
مجلس الدولة. واضح سي محمد، يحب يتفاعل معك سي صلاح الدين الحيم رئيس جمعية جابس بيئة وصحة، وحاضر معنا كذلك الدكتور عبد الله الزرلي رئيس لجنة كلية الطب. تفضل سي صلاح. شكرا لله. هذا هو بصراحة هذا هو الخطاب اللي حاجتنا به حقيقة، خطر احنا هني راه سي محمد نعرف مشاغلكم ونعرف، لكن راه ثم استياء شديد، استياء شديد معناها الموقف معناها اعضاء مجلس النواب بصراحه كان يعتبروه معناها موقف سلبي، ما كانش معناها مدافع شرس. انتم تعرفوا اعضاء مجلس النواب معناها تمثلوا جابس كامله، وهذه قرارات معناها صادره معناها في مجلس معناها في قرارات وزاريه، كان مفروض معناها الضرب كنا نصوره معناها حبينا نكونوا معناها ضغط اكثر من هذاك، حتى ما شاهدناش شفنا معناها رد وزير الصحه بصراحه راهو استياء كبير في جاب ثانية على معناها الرد نتاع وزير الصحه، كان فيه استخفاف صراحه، كان فيه معناها تقزيم صراحه حتى الجابس خلينا نقولها بكل صدق، معناها راه ثم استياء شديد. هذاك علاش راهو حتى الناس مستاء من ما ريناش معناها رد فعل قوي منكم كاعضاء مجلس النواب، هذا يلوموك عليه من الناس كل، كرساله نعديها لك حبيت نعديها لك على المباشر. نعم بارك الله فيك. على كل حال راهو كل يلزمنا نعتبروا دور كل طرف، نحن كنواب ضغط ما نشبش نحكوا به كل يوم، انا في المداخله نتاعي بالعكس انت كتشوف الناس في الزملاء النواب يقولوا معناها من 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 يعني من اعلى الخطابات، وما كنتش يقولوا لي ما كنتش معناها تتكلم بال 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 بالحد هذه وبالحد هذه، بالعكس معناها ولكن وتحركاتنا واتصالاتنا قاعده كل يوم يعني، لكن احنا مش تو نحدثوا الناس وش عملنا وش مشينا. الدور اللي تحكي عليه اللي يحكي عليه في صلاح دور الضغط هو دور المجتمع المدني مش دور النواب، دور النواب معناه يبلغوا المعلومه يتصلوا يكونوا الصوت نتاع المجتمع المدني، لانه اللي صاير الان وكانه النواب هم اللي حاملين معناها التوجه هذا نتاع الضغط، وهم اللي قاعدين يحركوا، مش هذا لازم يظهر، لازمنا نظهروا كصوت حقيقي وصداع حقيقي لما قاعد يقع في البلاد، وهذا اللي قاعدين نصرحوا به ديما، نقولوا رانا نحن رانا ننبهوكم راه فما معناها ضغط كبير في المجتمع المدني، لازم يكون فما موجود حقيقي معناها الضغط هذا والتحرك هذا، ولكن يكون مسؤول ويكون معناها سلمي ويكون يعني حضاري، فبالتالي معناها لازم تتكامل ادوارنا، ما نحملوش النواب مسؤوليه اكثر من اللي يتحملوه، بالعكس نحن تو الصوره اللي عند في مجلس النواب الشعب على نواب جابس انهم اكثر ناس شرسين في الدفاع على الجهه نتاعهم، وانه حتى القضايا الوطنيه ولت معناها ضعفت لديهم وضامره لديهم، والقضيه الوحيده اللي موجوده هي قضيه جابس، وفعلا هو الحقيقه كنشوف انا على الاقل انا شخصيا تدخلاتي الاخيره لكل خلال الشهر هذا كلها على جابس 100% زاد، الا بعض معناها المسائل اللي هي عامه استراتيجيه نحكي عليها على المستوى الوطني، لكن حديثنا كله على جابس. على كل حال انا موضوع مستشفى الجامعي يلزمنا نتعاونوا فيه على اساس انه ما يكون الا مستشفى جامعي، ولكن فما قضايا اخرى راهي متعلقه بالصحه في جابس لابد زاد كذلك نهتم به. واضح دكتور، تحب تفاعل مع سي محمد؟ لا لا انا لست لا لست اريد ان اناقش، لكن اريد ان اقول راهو الحديث عن مستشفى جامعي هذا تراجع منا، لأن نحن مطلبنا كان أكثر من مستشفى جامعي، مطلبنا كلية طب، واو عندنا معروف القرار أو تقرير اللجنة المشتركة لتعميق النظر في مشروع إحداث كلية طب ولاية جابس، هذا انعقد في 23/12/2013 إلى 26/12/2013 بوزارة التعليم العالي، واو شو تقول الجلسة هذه نقرأ، نحن مطلبنا كلية طب، مطلبنا كلية طب، معذرة نعطيك فقط بعض كلمات من الخاتمة، منيش لست مقدمة لكل شيء، أما اللي كي ترى أننا لا نقبل بهذا التراجع، هذا سقف هم كانوا قبل حينما نطلبوا كلية طب، لأن نحن نعتبر المستشفى الجامعي عاصم من 1982، وما يقولونه من عقد اتفاقية مع كلية طب بصفاقس كان موجودا منذ سنة 1982 بالرائد الرسمي، كان موجودا، بحيث العودة إلى هذا يعني عودة إلى 82، ونحن قد تجاوزنا هذه المرحلة إلى كلية طب، بحيث لا نقبل، بحيث نحن كمجتمع مدني وكمسؤولين مباشرة عن
هذا المشروع ايضا نعتبر نحن انفسنا في لجنه كليه الطب وفي جمعيه كليه الطب نعتبر مطلبنا كليه الطب. كليه الطب هو الرئيسي، والمستشفى الجامعي حاصل بعد. مستشفى الجامعي ما هو الا بنايه، الصفه لا الصفه عرض، عرض البنايه فضاء والصفة عرضية، ويمكن أن تصبغ على أي مستشفى. وقد أضفيت على مستشفى جابس الحالي، أضفيت على مستشفى جابس الحالي، بحيث نكوس وتراجع. هذا النكوس والتراجع نحن لن نقبله، وسنرسل الوزير بمنطق معقول وبالوثائق. وبالوثائق، الحجة هي الوثائق. إن كان ثم استمرارية للدولة واحترام هذه الاستمرارية، يعني ثم عقل وثم منطق وثم قانون احتكمنا إليه. إن كانت هذه البلاد لا تريد أن تحتكم لا إلى منطق ولا إلى قانون ولا إلى عقل، وتريد الفوضى، نحن مع الأسف مجبورون على أن نغادر دائرة العقل وإلى أن نكون عابثين مع العابثين. واضح، شكرا لك سي محمد الزريك. كلمة الختام. لا سي محمد، عندي تفضل. تفاعل مع الدكتور راهو ما حصلش تراجع، لان نحن ما زلنا متمسكين بكليه الطب، ونحن تمسكنا بالمستشفى الجامعي هو تمسك بكليه الطب، لانه نحن عندنا خوف اذا كانت تركز مستشفى جامعي في جهات اخرى قبلنا نحن، فباش تكون عندهم معناها اسبقيه في موضوع كليه الطب. فبالتالي نحن راهو تمسكنا هاي وافقك مباشره سي صلاح الدين الحي بطبيعه نفس لا خاطر ثم كلام نعرف سي محمد هو تمسك، سامحني، هو تمسك بكليه الطب، ونحن قاعدين لحد الان نتحدث على كليه الطب. كليه الطب راهو كمشروع هو معناها حتى ثلاثه كليات اللي كانت مقره معناها تحت الماء الان. نحن نريد ان نكون موجودين معناها على صفحه على الم... على على مكتب الوزاره، باش اذا كان رجع اي مشروع لاحداث كليه الطب نكونوا نحن من السباقين باذن الله. فكليه الطب ما تراجعناش عليه كمطلب التو، نحن مش كان عندنا كليه ونحن تراجعنا عليه، لا ما كانش عندنا، كان عندنا مطلب ولحد الان مصرين نحن على مطلبنا هذا الى ان يتحقق. ونعتبر انه المستشفى الجامعي الان باعتباره مطروح هو خطوه نحو تركيز كليه الطب. واضح، كل الشكر لك. تعليق شوي. تفضل سي محمد، مساش نعملوا على رحابة صدرك. ليس ردا على سي محمد، تفاعل معه، وليس حتى تفاعلا، فقط تنبيه إلى نقطة فقط. نحن نعمل مطلب كلية الطب نعمل عليه في سنة 2015. عندنا كتاب هكذا كلية الطب جابس مطلب الضرورة والحق، بلغ في سنة 2015 27 عاما. الآن يعني 28 عام ونحن نطالب بكل طب. يعني ليس هناك جهة أبدا في الجمهورية التونسية كانت تعرف هذا المشروع، والذي عمم هذا المشروع هو حكومة الترويكا، هي التي أدخلت بعض جهات لم تكن داخلة فيه أبدا، ولم تكن تفكر في هذا المشروع. بل عندنا من بعض جهات، ثم جهات تقول نحن لا نطالب بكلية الطب. عندنا مجلس جهوي، وثيقة من مجلس جهوي تقول نحن لا نطلب كلية الطب ولا في جهة قريبة منها تقول لا نفكر في كلية الطب ولا نطلب ونتركه لجبس. واضح كلمة الختام، نعرف التزامات سي محمد زير. كلمة الختام وبعد بالطبع نواصل الحديث. تفضل سي محمد. بارك الله فيك. والله نحن توما في معمع بتاع ميزانية الهيئة الحقيقة والكرامة، خرجت فقط باش نتحدث معكم. تفضل. على كل حال أنا أريد أن يكون ملف الصحة هو الملف ذو الأولوية في جبس، لأنه يعني الحقيقة نحن عشنا ثلاثة حالات نتاع حالات وبائية في الحامة وفي غنوش وفي خيل الدجان، هذه مش بسيطة يعني في عام فقط، فلابد أن نوليه الاهتمام. وما وحقيقة ما لوحوش كل الثقل نتاع الأسباب على التلوث الصناعي، راه فما التحاليل والدراسات أبرزت اللي فما مشكلة كبيرة معناها في الماء، فما مشكلة كبيرة مع لونات المياه التصدير، فما مشكلة مع البلديات ومع النظافة، وفما مشكلة مع المواطن ومع الثقافة الصحية لدى المواطن، فما مشكلة مع الإعلام اللي ما يركزش على النقطة هذه نتاع الثقافة الصحية أو الصحة، وفما مشكلة فعلا نتاع إرادة سياسية نتاع حكومة، وفما أداء نتاع إدارة جهوية للصحة. هذه كلها لابد أن نبحث فيها مع بعضها باش فعلا نخرج
من من الوضع الصحي الرديء، اللي السؤال الكبير المطروح هو مش معناها الاداء نتاع المؤسسات الصحيه، السؤال الكبير هو لماذا جابت اصبحت بيئه مهيئه لانتشار الامراض. هذايا لابد ان نصحوا مع بعضنا الناس كل كمجتمع مدني كنواب وكسلطه جهويه وكعموم المواطنين باش نخرج فعلا من هالوضعيه الكارثيه اللي تشهدها الوضع الصحي في جابس. واضح، شكرا لك، بارك الله فيك سي محمد الزريق نائب عن ولاية جابس في مجلس نواب الشعب. بطبيعة السؤال معقول ويطرح الوضع البيئي، وبطبيعة هذه في التسمية الجديدة حتى في جمعيتكم سي صلاح الدين رحيم ربطتم بين الوضع البيئي والصحي، وهذا بطبيعة مبر. طبعا احنا بعد 4 سنوات معناه من العمل في إطار معناه العمل الجمعياتي جينا علاقة وطيدة، هذا ما نجم حتى حد معناه وضعية جابس معناه نكون خصوصية، ممكن وضعية جابس فعلا معناه الواقع البيئي معناه سف شديد، معناه عندنا واقع بيئي متردي جدا وما نجموش جدا كما نحكوا صحيح، عندنا مشكلة تاع ديوان تطهير، عندنا مشكلة تاع المواد استعمال المبيدات الفلاحية، عندنا مشاكل عديدة وعندنا دور البلديات وكل شيء، لكن زاد نخلو زاد حتى المؤسسات الصناعيه الملوثه زاد حتى هي راي مش نخلوها رئيسيه بالضبط تبقى رئيسيه فلا في شك حتى واحد فيها. اللي للاسف لان ما تبعش لا معناها حلينا مشاكل مدى 4 سنوات بعد الثوره، لا تحلت مشاكل بيئيه ولا حسنا على الاقل حتى من الجانب الصحي، على الاقل انسان في هالبلاد كي عايش مسكين ومازال يناضل وحيب يبقى في البلاد، على الاقل يا خويا يعيش، على الاقل يلقى على الاقل شكون معناه يداويه. لقينا احنا اليوم بيئه سمحه ولقينا صحه سمحه، وهذاك علاش ممكن جد معناها بيئه وصحه. هذه المشاكل زوز ملفات الكبرى في جابس، هذه راه باش تبقى ملفات مفروض نخدم عليها حتى ممكن حتى على مدى عقدين كاملين، وما يلزمناش نتعب باش نوخروا. بالله نحب كان تسمح لي سي وعرش كان نحب في وقت نفسر، خطر الكلام ممكن برشا ناس يقول لك اني ثاني نمرض بصفير توني مانيش لاقي دواء في مستشفى فلاني واني مش لاقي باش نعمل عمليات، وانت تحكوا لي على كليه الطب وتحكوا لي على مستشفى الجامع وعراك وكذا. نحب نبسط الامور باش المواطن يفهم الموضوع بالضبط، راهو ما يتنجم يتصلح قطاع الصحه في جابس الا هذا اوبجيكتيف عملناه، ما نجم يتصلح قطاع الصحه في جابس الا ما نرسمه معناها خطه، واحنا الخطه رسمناها واضحه في جابس، راه عندنا تصور مبلور واضح، عندنا كليه طب نخدموا عليها، صحيح ما تحققش المخطط الخماسي هذا لكن عندنا امل باش تخطط على الاقل في الخط الخماسي القادم. لكن هذا يمشي بتدرج، معناها ثم تدرج، وهذا اللي خدمنا عليه ممكن برشا ناس مش فاهمينه. خدمنا على مستشفى جامعي حبينا تبني مستشفى جامعي، لكن مع الاسف الشديد ها اليوم مره اخرى معناها يقع اسقاط المنحة هذه وطونا رجعوا لها خاطر مرة أخرى. لا إله إلا الله تفضل. اليوم راهو بالنسبة لجابس خلينا نوضحوا، قلنا راهو عندها كل مقومات النجاح. السيدة الوزيرة تقول ما عندهمش مستشفى معناها أساتذة جامعيين، راهو حاليا مستشفى جابس فيه حاليا زوج أساتذة جامعيين، عندنا راهو في المستقبل قريب ان شاء الله باش يولوا عندنا زوج اساتذه جامعيين اخرين، معناها في خلال 2 أو 3 سنوات باش يولي جابس فيها اربع اساتذه جامعيين. جابس اليوم فيها اكثر من 9 اساتذه معناها جامعيين مساعدين، راهو فيها كل مكونات معناها تكوين المستشفى الجامعي. وحني خاصه وهذه الكذبه الكبرى معناها كي تقول انتم اليوم ما عندكمش، ماهيش اليوم هو السبيطار راهو باش تبنيه، هذا راهو مش باش تبني اليوم، نعرفوا باش ياخذ 2 سنين من الدراسه، باش ياخذ 3 سنوات اقل شيء البناء وسنه في التجهيز، معناها هذا على الاقل 6-7 سنوات اخرين، 6-7 سنوات اخرين راهو عندنا باش يولي جابس قدره ربي فيها كل الامكانات وكل الظروف. علاش خاصه ها نقول لكم علاش، كما قلنا باش يولي عندنا اكثر من 4 اساتذه جامعيين، عندنا باش يولي عندنا اكثر من 9 اساتذه مساعدين، وخاصه باش يحضر طريق السيار طريق لوتروت، وهذا باش يفتح افاق كبيره باش يولي معناها ثم. وبطبيعتنا احنا عندنا علاقه مع كليه معناها جابس معروفه من تاريخها، عندها علاقه كبيره مع كليه طب صفاقس، هذا باش يفتح افاق حتى لكليه طب صفاقس باعتبار تشكو اكتظاظ معناها التربصات معناها في صفاقس، معناها الطلبه نتاعهم غاديك يشكو هم في حد ذاتهم يشكو اكتظاظ في مستشفيات معناها الجامعيه نتاعهم، ويعرفوا نعرفوا معناها اقرب مستشفى جامعي ليهم معناها في شيرة الساحل اللي تشكو اكتظاظ اصلا، معناها حتى في الخارطه راهو اكبر مستشفى جامعي اللي باش يكون عنده مستقبل افاق راه كليه صفاقس، هو راهو مستشفى الجامعي بجابس كيما قلنا، معناها طريق سياره 120 كيلومتر قريب معناها الواحد، هذا باش يفتح دونك، وهذا شنو الغايه منها احنا؟ غايتنا باش وليداتنا يولي عندنا افاق باش وليداتنا يولي يتربصوا يقروا في جابس وبذلك يبقوا في جابس، معناها راهو كي نقولوا مستشفى جامعي هي راهي خطه لتحسين
للنهوض، النهوض بقطاع الصحة في قابس خلال معناها السنوات القادمة. اليوم كي تقول لي أنت ما نعطيكش مستشفى جامعي، إيش معناها؟ معناها إيش نبقوا 6 سنين و7 سنين ننتظروا في هالمستشفى الجاي وباش تبني جديد، وبعطيك كيما قالت هي بعطيك تو نشوفوا نفتحوا دي بوست ونشوفوا يعمل الله يولي عندنا، معناها باش يولي عندنا مستشفى جامعي خلال ممكن 2020 ولا 2023 وشوف وما نصورش. دونك ثم جهات أخرى باش تطور علينا، ووقتها باش نلقى حتى مطلب كلية طب باش يولي صعيب المنال. واضح؟ بربي انا استاذ محمود نحب نرجع الى قلت جلسه اللجنه معناها وتقرير لجنه تعميق النظر في مشروع احداث كليه الطب ولايه يبس. هذا انعقد قلت بوزاره التعليم العالي وبمشاركه من وزاره الصحه. انظر ها هو اللي الأطراف المشاركة فيه إذا كانت تحب من خلال المقدمة هيك صلاح. تبعا لقرارات الجلسة الوزارية المنعقدة في قصر الحكومة بتاريخ 6 ديسمبر 2013، ولا إثر ما انتهت إليه إليه زيارة الوفد الحكومي برئاسة السيد وزير النقل إلى ولاية قبس يوم 13/12/2013، تشكلت لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة وممثلين عن المجتمع المدني. هاو ماذا انتهت هذه اللجنة؟ تعتقد اللجنة بناء على ما توصلت إليه من البيانات الواردة في التقرير أن هناك ظروفا ملائمة لبعث كلية الطب قبس، وتوصي تبعا لذلك بإقرار إحداث. نحب نرجع أنه لا يمكن تطوير الصحة بقبس بدون كلية الطب، لا يمكن. وراه مش معناه رو أنا لا أود أن أكل كعبة حربوشة، وأنا لا أطمئن إلى من يعطيها إلي. إذن أنا ذهبت من هنا إلى تونس وطبيب مختص من الكفاءات أعطى للمريض الذي أخذته منه جعبة بومادة ب 150 مليم. الذي رافقني يقول عجب 150 مليم هكذا هذه الرحلة كلها؟ نعم 150. نحب كفاءات، الكفاءات راهي لا تخلق إلا في كلية الطب، لأن الشخص لا يعالج بواحد، يعالج بمجموعة أطباء استاف يسموه، يعالج باستاف. إذن ثم الإمكانيات راهي تتوفر مع كلية الطب، لأن حتى مستشفى فارغ، مستشفى غير بلا إطارات بلا آلات ماذا يستطيع أن يفعل؟ ولهذا نحن هنا معرضون لأمراض كثيرة بسبب التلوث. نحن نقدم لخزينة الدولة إسهاما كبيرا في ميزانية الدولة. نحن هنا نتبع التعقل والرصانة وأقل احتجاجا من الناس حتى في مطالبنا الخاصة. ولهذا نقول لا تراجع عن كلية الطب ولا تراجع عن مستشفى جامعي، ونحن نريد من الدولة ومن المسؤولين توضيح هذه القضية حتى لا تبقى غامضة، حتى لا ندخل في نضالات الله يعلم إلى ماذا ستنتهي. نحن نحذر وندعو إلى الالتزام بالمواثيق، إلى الالتزام بما صدر عن الدولة. إن نلتزم نريد للدولة أن تكون متواصلة وأن تلتزم. لا يمكن يأتي وزير يلغي تاريخا، لا يمكن لوزير أن يلغي تاريخا من العقود ومن المواثيق أبدا، هذا عمل غير مقبول. ومهما كانت شخصية هذا الوزير مردود عليه قراره، لأن القرار هو قرار تاريخي. جابس إذن المستشفى جامعي من عام 1982، لا يمكن أن يلغيه وزير مهما كان شانه ومهما علت قيمته ومهما كانت اختصاصه ومهما كانت الأحزاب التي وراءه. إذن لابد بحثوا ماذا سنسلك. سنسلك سبيل التعقل، سنقدم للناس هذه المواثيق، سنبعث لهم بهذه الوثائق، نطلب توضيحات في ذلك ونرجو أن تصلنا. إن وصلتنا فحسن، إن لم تصلنا نعتبر ليس هناك. إذن علينا سنسلك سبل المعالجة العاقلة، سبل المعالجة العاقلة، وسنرسل لهم عن طريق الولاية ومباشرة عن طريق الولاية، يعني عن طريق القناة الرسمية
ومباشرة يعني إذا لم يعني هاو من كل الجهات نرسلهم وننتظر الإجابة. استنى مجاوبة ناس مع الأسف الشديد. وننتظر هذا مشروب مجاوبة ونزيد وننتظر الإجابة. هذه إنسانة ثم استخفاف استخفاف بجابس لا واضح. خنبعث عن طريق القنوات الرسمية إذا لم يصلنا إذا تأكد هذا الاستخفاف سجلناها أول مرة بعض ولم يقعت الإجابة عنه نزيد عن طريق القنوات الرسمية. إذا إن لم يقع شيء ذاك سنطرح على الشعب هذه القضية لنتخذ القرارات المناسبة نتخذها جميعا نساء ورجالا كل الناس. واضح. ما زلنا متواصلين بالطبيعة في نقاش موضوع مهم جدا. تنجموا تفاعلوا معنا مستمعنا الكرام على رقم الهاتف 75-278-800 باش تكون عندنا أكثر من مداخلة وخاصة من حسون الناصي بعد 11:30 إن شاء الله باش نسألوه على تحرك متاعهم في الإطار هذايا. ما زلنا متواصلين دكتور وسي صلاح نفرق الرمانة. مرحبا بكم من جديد مستمعنا الكرام. ما زلنا في موضوع قطاع الصحة في جابس وتحديدا الاستياء في الحقيقة خاصة من المجتمع المدني لتغيير صبغة المستشفى بجابس مستشفى جامعي إلى مستشفى متعدد الاختصاصات. حاضر معنا كذلك سي صبر الدخيل عضو مجلس نواب الشعب عن جهة جابس. سي صبري مرحبا بك وشكرا لك على تلبية الدعوة. صباح الخير. مرحبا بك سيدي وشكرا على الاستضافة. شكرا لك سي صبري. بالطبيعة نحكو على المستشفى الجامعي اللي كان مقرر تقريبا من حسب سي عبدالله الزريلي بالطبيعة موش جديد من 1982 ويبدو أن فما تراجع وفما حاجات ماهيش واضحة وخلط ربما أحد ذات ربما التصريحات لوزيرة الصحة وهذا ما أثار استياء لدى الجهة في جابس لهني. موقفكم بالطبيعة والمجال التدخل متاعكم لربما ارجاع الامور الى نصابها. شكرا سيدي بارك الله فيك. بالنسبه لموضوع المستشفى الجامعي بجابس هو قرار مجلس تجاري دونك اعلى سلطه من الوزيره نفسها. دونك قرار مجلس وزاري صار في جابس وخرج اللي هو احداث مستشفى جامعي جديد مش حتى على المستشفى القديم مستشفى جامعي جديد. اوكي اول نقطه لازمنا نباركوا المستشفى اللي باش يحدث في جابس هذا ونجم يكون كان مستشفى جامعي معناها لا فونكسيوناليتي باش تكون كان ان شاء الله مستشفى جامعي ومش باش نرضوا اقل من هذا لكن هذا مش باش يجينا لابد نخدموا عليه من كل الجهات من النواب من السلطة الجهوية وكذلك من المجتمع المدني فهمنا لأن لازم إطار جامعي حتى ولو أحدث معناها على الورق جامعي وما يكونش موجودين أستاذة جامعيين بالطبيعة باش يرجع ملتي ديسيبلينار فهمت دونك هو أنا نشجع الأستاذة جامعيين أو المساعدين باش يتوجدوا في كابس نجمو نحطو أقسام جامعية ومن هكا يكون المستشفى جامعي فهمتني شو مناش فقط ربما فمش توحيد للرأي وتوحيد كذلك للمجهود بالنسبة للنواب حتى إيجاد خطة إن صح التعبير. احنا كان مش في القطاع الصحة في كل القطاعات خلينا في قطاع الصحة لأن في الحقيقة موضوع الساعة وتعرف في جابس تقريبا الناس كله صار اجتماع أكثر من مرة حتى في ما بين بطبيعة مكونات المجتمع المدني وأعلنوا على خطوات ربما تحرك تنذكرها بعد شوية لأن ثم استياء ثم خايفين من أن بطبيعة ثم تهاون واستخفاف بقرارات سابقة وما فمش استمرارية للدولة حسب تعبيره. هذا موجود ولابد ان المجتمع المدني يتحرك باش يضغط على الاقل اصحاب باش ما نترجعوش بالقرار المجلس الجاري اللي هو مستشفى جامعي هذاك بالطبيعه في نطاق السلميه وفي نطاق هذاك لابد من هذاك الدور المجتمع المدني واحنا دورنا كنواب في المركز باذن الله مش يكون عندنا خطوه مع بعضنا في اتجاه هذا باش نطلبوا غير تم الميزانيه والقانون المالي باش نطلبوا اجتماع مع وزارة الصحة لتثبيت في الموضوع هذا بالضبط. أما احنا كنواب بالطبيعة ما طلبنا هو مستشفى جامعي اسمه حاجة أخرى.
واضح، شكرا لك، بارك الله فيك سي صبري الدخيل، عضو مجلس نواب الشعب عن جهه جرس، بارك الله فيك على المداخله نتاعك. تفضل سي صلاح. تقريبا ثم معناها اتفاق على نفس الكلام بين سي محمد زريق وسي صبري الدخيل، ان دور المجتمع المدني مهم جدا في الضغط، والدور بطبيعه نتاع اعضاء مجلس النواب هو ايصال الرسائل الى وزاره الصحه. محمد محمود والله صدقني باش نعطيك مفارقه، معناها انت رقم معناها وانت احكم وحدك. اليوم عندنا كي ناخذوا الجمهوريه التونسيه، معناها تاخذ الخارطه، معناها الخارطه التونسيه على الولايات الساحليه الكل، عندنا تقريبا تونس الكبرى وثمانيه ولايات ساحليه الكل، معناها بالقرار هذايا الولايه الوحيده مش من حقها مستكثرين عليها مستشفى جامعي هي توب قط قابس، معناها باش قط حتى في يرسل لها توزيع على المستشفيات الجامعيه على مستوى الولايات الساحليه. احنا لما نقولوا ولايه ساحليه قابس ولا هاي يا سيدي بمواصفات ولايه داخليه. اليوم الطبيب يجي يخدم في سبيتار قابس معناها يعطوه تحفيز، خويا يسموه منطقه ظل قابس، اليوم منطقه ظل، هذا ما اريد لها. هذه اليوم الناس تنظر لنا تسطر لنا من فوق واحنا يلزمنا نقبلوا. قابس أربع سنوات أنا أجبدنا موضوع الصحة، أنت كنشوف حجم معناها الاستثمار اللي صار المؤتمر الدول الاستثمار، كنشوف حجم مشاريع يقابس راهو حجم ثم حد شيء، حتى موضوع الفوسفي جيبس اللي كنا معناها كان السيد وزير البيئة باش يجينا أنا بطل ما جاش هرب، ثم حتى شيء وين حتى في إيجاد معناها تمويل لموضوع الفوسفي جيبس لم يدرج ولم ما تجدولش. نجوش الحاجة الوحيدة اللي تغيرت يا رسول الله من المشاريع الكبرى 174 مشروع تقريبا في معناها في المشاريع كلها المبرجة تبحث عن تمويل يجو كان في قابس فقط يا رسول الله، كان سبيتار قابس فقط. أراه خرجت بالله خلينا نوضح، أراه الصفحة الرسمية اللي عملتها وزارة التنمية إلى حد 29 نوفمبر، احنا شنو اللي قلقنا؟ احنا قلقنا جينا نحلينا الباج نلقوا معناها اش موجود المستشفى الجامعي معناها لإيجاد تمويل، نلقوا المستشفى الجامعي بالقيروان من فوق، بعد تحت يجي مباشرة زوز مستشفيات متعددي الاختصاصات صنف أ قابس وباجة، ثم بعدها ثالثا ثمانية مستشفيات جهوية. احنا للأمانة رانا بلغنا ورا حتى الاتحاد تحرك وحتى المستوى الولاية تحرك وتحركت جميع الجهات، لكن على الأول هاو الاختلاف اللي صار مع على الأقل احنا رؤيتنا، خاطر كنا نجتمعوا كبعض الجمعيات كنا نتابعوا فيه الشأن هذا لأن يهمنا يهم الجهة يهم يا رسول الله يهم بلادنا، وهذه محطة تاريخية الناس كل استفادت منها الجهات كل استفادت منها، كان احنا خرجنا بمولد بلا حمص يا رسول الله، معنا حزينا مسكرين حتى مستشفى جامعي. ايش يصير سيدي؟ يصير صارت لخبطة راهو صحيح العظام الصومي وجهوا راهو معناها ملاحظات من السيد وزير الصحة. هما يمشي بينهم على الأول معناها خطأ نقولوا احنا الكتروني معناها بلاش صارت خلطة. به اليوم 30 نوفمبر وهذا الاختلاف اللي صار معانا احنا على الاقل مجموعه اللي نجتمعوا بعض الجمعيات اختلافنا مع مجلس النواب شنو هو؟ كي غدوه صلحوا قالوا هما صلحنا شو يخرج كما كان يحكي السيد النايب تويك يقول معناها ولوا ها ولوا ثلاثه كلهم تروا زوبيتو ملتي ديسيبلينير ها زعمتك حتى قيروان هبطوها وهنا تظهر سوء النوايا هنا سوء النيه وانظهرت معناها ونحمل مسؤوليه ديما كلامي الى وزير الصحه نحملها مسؤوليه لان بصراحه معناها ماهيش كانت مفروض وزيره الدوله وزير الصحه لتونس كامله معناها خاطر عملت حسابات وهذاك علاش وكان شكي كان في محله وهذاك علاش اختلافي مع نظام السواب وقتها قلت لهم لا كان الاجدر والصحيح ان يقع معناها يحبوا تصلحوا خطا كان يرجع قابس مستشفى جامعي هو القيروان وتحط بعطيك الثاني مستشفى متعدد اختصاصات باجه ثم مستشفى جهوي لكن هذا ما صارش معناها حبوا يعدوا الحربوشه لكن معها شفص شديد حربوشه ما تعدتش عليهاش خاطر مباشره بعد الاتفاقيه الصحه الاتفاقيه ايش نلقوا؟ في الصفحه الرسميه وزاره الصحه ايش نلقوا؟ يرجع المربع الاولاني يرجع سيدي مستشفى جامعي بالقيروان ومستشفى متعدد هكا متعدد اختصاص بالله متعدد اختصاص مستشفى جهوي بلغه اخرى خلينا نبسطها اراه مستشفى جهوي معناها قابس ما يلزمهاش الصف الثالث عندنا الصف الاول مستوصفات الصف الثاني طب اختصاص ومستشفى معناها متعدد اختصاص الصف الجامعي كل ما هو في صبغه جامعيه دراسه بحث علمي بحث طب كل ما انتم تحبوا تطوروا قطاع الصحه راهو ما ناش باش نطوروه ثم جهات اخرى حق منكم هذه هي الرساله اللي توجهت واضحه يا اخي راهي واضحه جليه تجي تقول لي انت يلدي البلان راه يخضع للمواصفات راه فرق مش تبني برا شوف مستشفى صفاقس اليوم درا مستشفى جامعي درا فيه مواصفات ثم كونسيبت أراه مستشفى الجامعي أراه فيه طلبة باش يقروا في دروتوار في مبيتهم في ميدياتيك في معناها كل مواصفات نتاع الجامعية أنت جيت نحي لي تويك الصفة الجامعية اليوم باش تعطيها لي بعد ستة باش ترضي علي أنت بعد ستة سبع سنين باش تعطيها لي يا أخي أعطيني الصفة الجامعية نتاعي تويك وخليني ندبر راسي عندنا طب عندنا كان هي مش وفاهمة أنا عارفها فاهمة
عندنا جابس مفتوحه لكل الكفاءات كفاءات الجهه، وعندنا شكون يجي وكيما حكيت من بكري عندنا اساتذه جامعيين في طور الدراسه جايين ومستعدين جايين، وهالورقه اللي تحكي عليها وثيقه راه ما عندها حتى معنى غدوه نجمو نجيبوها. الورقه اللي تحكي عليها هي هل وقفت هالفكره هذه كلها راه غدوه نجيبوها. ورقه شنو هي؟ راه كونفونسيون اتفاقيه تصير بين مدير الجهه والصحه بجابس وكليه طب صفاقس، ونعرفوا على علاقتنا طيبه مع كليه طب صفاقس، وعلاقتنا طيبه مع عميد كليه طب صفاقس، وعلاقاتنا طيبه مع طب صفاقس، وهاو يخدموا معنا هني. معناها راه ما عندناش مشكل، معناها في احداث المسجل ما عندنا حتى كونترينت، ما عندنا حتى مشكل، فقط معناها موقف شخصي ينم على خلفيه الله غالب جهويه بغيضه. مع الاسف الشديد نقولها بكل صراحه ونتحمل مسؤوليتي ونعود ألف مره نقولها، راهي ليست دعوه للجهويات، بالعكس احنا راهو تغششنا كي تمارس انا الجهويات. وذاك علاش ماذا بينا يا اخي انا ما طلبنا حتى شيء يا اخي توضح في اقرب وقت، توضح الموقف هذا. واحنا كما قلنا مره اخرى راهو لن نتمسك لن نتنازل، راهو مش كان في موضوع المستشفى الجامعي، لن نتنازل في كل القرارات التي قررت في معناها مجلس الوزاري ب 25 جوان 2015، راهو متمسكين بكل رقاتنا ونحبوا يا اخي من حقنا باش نحلموا فيها البلاد، يا اخي البلاد من حقنا باش نحلموا فيها، باش نحلموا صحه، نحلموا بيئه، وهذا يا اخي ما ينحيونا حتى حد، هذا يجي في قرارات وزاريه، كما قال الاخ تويك الدكتور معناها سبيل التخيل، هذه اعلى سلطه قررت، يا اخي الوزيره هذه تخدم في اطار في حكومه وطنيه وتخدم وحدها، ماهوش معقول اللي صار، ماهوش معقول بصراحه، خاصة تصريحها اللي فيه كثير من الاستفزاز، وخاصة لا اعتذرت ولا يا اخي صلحت، معناها شاد صحيح في موقفها، والمسألة واضحة وبينة، وبالنسبة لي احنا مسألة واضحة، وهذاك علاش يلزم يكون حتى احنا موقفنا واضح، يا اخي يلزمنا نتحركوا، يزي مسكات، يزي مسكات، اليوم الجابسي يموت بالبوصفير، اليوم الجابسي راهو عض خنزير الرجل تقصت رجله، راهو اليوم راهو مصير الناس الكل، اليوم راه هذه يا قوبسية فيقوا، فيقوا يا جابس، فيقوا يا هالي جابس، نحوا لنا الحسابات على شيرة، نحوا لنا بربي الحسابات الحزبية، نحوا كل الحسابات. اوقفوا لبلادكم، بلادكم راه فيها مؤامره، ونتحمل مسؤوليتي في الكلام، انا راه مش صدفة وقت ثلاثة سنوات راسين نتحاوموا في مشاريع، يجينا حتى يجينا كان مشروع بيتكوك يا رسول الله، يجينا في 2012 ويعاودوه في 2013، وها يعاودوه لنا تويكا يا رسول الله، معناها جابس هكذا اريد لها، جابس لازمها تبقى منطقة صناعية نتاع فوسفات نتاع فوسفوجيبس نتاع دخاخين نتاع ميزيريا نتاع امراض، وكان اعجبكم من فوق، معناها حتى انتم باش تحلموا غوطة باش عندكم صحة ما عندكمش حق، اليوم الى يوم الناس هذا. اليوم تخيل تجان لتو ما جاهاش طبيب لتو ما صارت فزاعة وصارت مراسلات وصارت اجتماعات صار كل لا يوم الناس على خاطر تخيل تجان ماهيش تابعة تونس هذه وقعنا اليوم وكيما قلنا راه ما يتصلح الا ما احنا عملنا استراتيجية كجمعيات متحملين مسؤوليتنا عملنا استراتيجية وصلنا اصواتنا كتبنا رسلنا راهو طرقنا كل الابواب الوزراء كلها قبلناها ما ثماش نهار كله نهار كله احنا بسياراتنا نهار كله بكرتابلواتنا نهار كله ندورو نهار كله من اداره لاداره ورغم ان الناس مسكر علينا حتى الابواب حتى النفاذ المعلومه مسكر معناها حتى المعلومه ناخذوا فيها بصعوبه راه هذه معاناه يوميه لكن راه بالطريقه هذه راه ما باش نجيبوا حتى شيء مسكاتنا بخذونا هذايا بصراحه بالصمت الرهيب هذا نشوفه في جابس راه مش معقول علينا نتحرك يا ريت اوفوا بلادكم راه ديما قلنا وحنا اعطينا مثال في السلميه كنقول الكلام هذا ماهيش دعوه للتحرير ماهيش دعوه للفوضى احنا ديما نخبو في اطار السلميه في اطار التحضر وعندنا ديما نقول عندنا ملفاتنا وعندنا قوه الاقناع وعندنا قوه الحجه وعندنا ملفاتنا جاهزه ونقارع كل انسان وكليه الطب الخامسه ما تنجم تكون كافي جابس ومستشفى الجامعي ينجم يكون في حاب ما يتبني ما يقول لي كان مستشفى جامعي اليوم عندنا خمسه قرارات خمسه معناها اقسام مستشفيه جامعيه في جبس هذا هو قرار معناها صدر في الرد الرسمي بتاريخ 27 افريل 2016 قاعدين نفعلوا فيه اليوم راه عندنا قسم الطب راه الجزء الثاني باش يبدا يتبني الجزء الثاني نتاعه باش يولي عندنا قسطره باش يولي عندنا استاذ جامعي يشرف عليه راهو عندنا مساله طب الامراض السرطانيه كيف اليوم راه عندنا نكملوا في الراديو ثيرابي الجزء الثاني نتاعه ونكملوا تويكا عندنا مخبر نتاع تشريح الخلايا راهو عندنا كل مقاومات باش كابس تتحول الى قطب طبي فيه كل الطب وفي مستشفى جامعي وفي مستشفيات جهويه عصريه هذا كله ممكن خلال سنوات خليني نقول على الاقل لان عندنا نظره معناها متوسطه عندنا نظره بعيد المدى خليني نقول صدقني لكن تمشي في التوجه الناس كل هذا انا في خلال 15 عام يولي عندنا كل طب وعندنا مستشفى جامعي وعندنا مستشفى جهوي بالحامه اللي فيها 70,000 ساكن يا رسول الله اليوم هنا تبرد القاعات هنا في غياب أستاذة جامعية في غياب مستشفى جامعي في غياب كل الطب هنا حيرين اليوم جابس طبيب اشعه ما عندناش
معناها واحدة بركة متعاقدة أجنبية اللي طبيب واحد عندنا متاع نعيش. هذا وقعنا وحنا عملنا لأرواحنا، ما عملنا لها تحد، عملنا على ربي وعلى أرواحنا، قلنا يا أخوي خلينا نخدموا بلادنا. واضح. وهذا هو اللي صار. سامحني سي محمود حتى قطعتك. حنا ثنينا ركائب وخدمنا، قلنا يا سيدي كي الحكومة مش متلفت لنا، ما تلف لنا تحد، خلينا نعتمد على إمكانياتنا، ما طلبنا حتى شيء. أعطيني يا أخوي مستشفى يعني توني ندبر راسي، تو حنا نجيبوا وقاعدين نجيبوا في الأستاذ الجامعيين وقاعدين وباش نجيبوا وقابس قدرة ربي كما قلنا برجالة تنجم توقف وتعمل كل شيء. بركة قيلولة ويزم التعطيل ويزم المعاملات على الجهة. واضح. شكرا لك سي عبد الله. بطبيعة الكلام كذلك يتوجه للمدير الجهوي، ليبدو أن زاد مش قايم بالواجب نتاعه وربما ساهم كذلك في تعطيل معناها بعث ولا إقرار من جديد المستشفى الجامعي، وهذا بطبيعة توجه حتى من عضو في مجلس النواب. يبدو أن المجتمع المدني قايم بالدور نتاعه أكثر من الدور نتاعه، وهذا بطبيعة ماهوش خفي على أي كان، ولكن المدير الجهوي يبدو أن بطبيعة كان ضد التيار الموجود والمطالبة ويمشي في نفس السياسة نتاع وزارة الصحة. شوف سي محمود، نحن لن ننطلق من موقف قوة لأن كل الإجراءات الإدارية كل القوانين تعاضد موقفنا، بحيث حينما نقف ونتكلم الحجة معنا. وأنا نقول مطلوب من الإدارة الجهوية للصحة أن تتحرك، أن تكون في مستوى الحدث. مطلوب من كل الأطباء، من كل ممرض الجهاز الصحي، ينبغي أن يكون أن يعين، تكون لو نزع وطن يكون وطنيا، يعني أن يدافع أن هذه القضية تمسه الأفضل. أنت كي سميت الدكتور معناها القناة الرسمية قلت باش نبعثوا بها لوزارة الصحة. نعم. حكيت الولاية علاش ما تمش تسمية الإدارة الجهوية للصحة الأقرب ربما. شو انظر لأن الإدارة، لأن الموقف نحن موقف سياسي، ولهذا يلزمك تحول الإدارة السياسية اللي هي الولاية، ثم الولاية في الجهة هي الإدارة الأولى. ثم حديثنا نحن يعني بواجه نتحدث مع الإدارة الجهوية للصحة، أما الإدارة الصحوية للصحة نريدها أن تنهض بنفسها، هي بنفسها، وأن تكون هي تطالب وتوجه، لا أن تبقى إذا راقدة فقط تسمع. ما يعنيهاش ما كان الأمر لا يعنيه. كذلك كسائر الممرضين وسائر الأطباء لعبهم عندهم درجة من الوطنية، الغيرة على الجهاد، الغيرة على وطنهم، لأن هذا مش موضوع جهوي. يعني أنا أغير على وطني، أريد أن أتقدم، وما دامت مسؤوليتي في محيط هذه الجهة، أنا رئيس جمعية جهوية، بحيث محيط الحركة متاعي مضبوط جهويا. إذا حينما أتحرك على الصعيد الجهتي لست معناها أنني منغرس، أنني ميت في هذه الجهة، وأنني لا أنظر العالم عندي فقط هذا، العالم عندي أرحب، والعالم عندي وطني كامل، تونس والوطن العربي وغيره وغيره، لكن ما دمت بهذه المسؤولية علي أن أطلع. إذا ولهذا نحب أيضا الجهاز الصحي بكله يكون عاذرا معنا، نابضا معنا، يتطور، يعمل من جانبه هو أن يحرك بدرجة ما من ولهذا نشكر صلاح لما كان هو رئيس هذا الجمعية، جمعية البيئة والصحة، أنه يتحرك. بودي أيضا لدرجة تتحرك، أيضا كذلك بودي أيضا السلطة السياسية تتحرك، لا أن تبقى متفرجة، باعتبار أن الأمر الكل في النهاية الأمر يرجع إلى السلطة السياسية، على الأقل في الاستفسار، على الأقل وين هذا؟ الناس عندي ليسوا راضين. بالنسبة لنا، بالنسبة للإطارات الطبية، هذه حجة أقاموها علينا في سنة 2003 لما كنا نطالب بكلية الطب، لأن يومئذ نظمنا تثمين بعث الجامعة، جامعة بعثت في تلك الظروف، فكنا نقول إن أهم في الجامعة هو كلية الطب، أهم أم الكليات كلية الطب، وجامعة بدون كلية الطب رأي لا تساوي شيء. قيل الإطارات أحصينا يومئذ على سبيل الإعظام فقط، على سبيل السند بعثنا لهم 47 اسم جامعي من
جاء طبيب جامعي. واليوم اكيد العدد اليوم تضعف. اليوم العدد اخيرا وقفت ساعات مع احد الاطباء الجامعيين الذين يعودوا الى قابس من ابناء الجهه يعودوا ينتمي الى غنوش ينتمي الى غنوش وصلنا الى 70 اطار واكثر يعني. ثم يا سيدي اللي حتى من فرنسا ناتيني تعطيني كل طب ثم انا اقول في الحقيقه علينا نحن كجهه ما دام هذا الحصار مضروب علينا علينا ان ناخذ بايدينا علينا ان ناخذ بايدينا ونبني كلية طب نبني كلية طب. وانا بالامس كنت مار في الطريق والناس يستوقفوني دائما يسالون وين كلية طب وين الخط ونحن لم نرقد نحن دائما نراسل ودائما نكتب. الوزيره الوحيده هذه ما زلت حاضرة لم نكتب اليه اما من كل الوزراء كل من سي بن عم من سي عم بن عمار من سي العايدي كلهم اعطيناهم ملفات عن كلية الطب وسي المكي ولا بعد وكل منهم كان كل وزير يخرج يهز الملف وكل كل وزير كان يقول لنا كل حاضر مستشفى جامعي بعده كانوا يستجدون بان نرضى بمستشفى جامعي يستجدوننا بان نرضى بمستشفى جامعي فما بالك اليوم اصبحنا في عهد الوزيره هذه اذا قرابه نستجديها من اجل ان تعطينا مستشفى جامعي هذا لا يليق بالجهد. نحن على كل كما قلت لك يا سي محمود رايي انا وجهه رايي انا شخصيا ساتكفل ببعث ملف متعدد موثق بالوثائق التي كنت اذكرها من سنه 1982 الى سنه 2013 إلى سنة 2015 وأقدم هذه الوثائق للوزارة لهذه الوزير. إن رجعت هذه الوزيرة وإذا اتخذت القرار الذي هو فيه تواصل للدولة واحترام لهذه المؤسسات واحترام لهذه القرارات ذلك ما نطلب. إن لم يكن هذا وذاك سنواصل التصعيد سنقوم بدعوة إلى مسيرة أخرى من أجل كلية الطب. مرحبا بكم من جديد مستمعنا الكرام. حاضر معنا سي حسون النصفي عضو مجلس نواب الشعب عن جهة قابس. سي حسون مرحبا بك وشكرا لك على تلبية الدعوة. أهلا وسهلا بك صباح الخير وتحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة وجهة فام وضيوفك الكرام سي سلاح وسي عبدالله. شكرا لك بارك الله فيك. أكيد تتابع فينا كنت سي حسونة. نحكو على اللغط إن صح التعبير ولا اللخطة اللي صارت في التسميات وثم استياء يبدو من أن رغم أنكم هبطتوا بطبيعة على أساس إمضاء اتفاق إحداث المستشفى الجامعي بقابس سي حسونة ولكن تبين بعد أن مستشفى المتعدد الاختصاص ما هوش مستشفى جامعي. أنا القناعة اللي عندي أنه ما ينجم يكون كان مستشفى جامعي باعتبار أنه القرار إحداث مستشفى جامعي في قابس هو قرار حكومي قرار تم اتخاذه في مجلس وزاري قرار مكتوب وموثق ومدون ومسجل. وقت اللي نمشيه بمبدأ استمرارية الدولة ما نجموش نجيه اليوم وقولوا أنه ما نجمش يكون في قابس مستشفى جامعي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنه الشيء حتى الاتفاق اللي تم ولا المراحل نتاع الخدمة تاعنا على احداث المستشفى الجامعي في قابس ما كانتش معناتها حاجة سهلة ولا بسيطة باعتبار انه كان مجهود كبير. اولا لانه اليوم فما مكسب لابد انه نعتز به هو الاتفاق اللي حصل فيما يخص احداث المستشفى الجامعي في قابس ونأكد على كلمة مستشفى جامعي مش يكون متعدد اختصاصات كان مع طرف من ابرز الاطراف على الساحه الدوليه المختصه في احداث المؤسسات الصحيه وهذا في حد ذاته مكسب للجهه. لانه نقول لك علاش لانه اليوم وسي عبد الله متصور ومتاكد ويعرف المعلومه هذه قابس كان فيها مستشفى جامعي وصادر الشيء هذا في الرايد الرسمي من 1982 لفتره بالضبط لفتره معناتها غير بعيده مستشفى قابس كان مستشفى جامعي ثم حصل انه رجع مستشفى جهوي. علاش ولا مستشفى جهوي؟ لانه الامكانيات اللي ولات فيه وظروف العمل اللي ولات فيه والتجهيزات الموجوده فيه خلات الاساتذه الجامعيين اللي كانوا موجودين في قابس يغادروها الى مستشفيات جامعيه اخرى. وبالتالي اليوم التحدي الحقيقي اذا كان عندنا تحدي نجم نحكيه عليه هو انه كيفاش نوفر عدد محترم من الاساتذه الجامعيين في ولايه قابس للعمل بهذا المستشفى. الحاجه الثانيه سي حسون حتى يتفاعلوا معك الحضور يقول لك موجود راهو عندنا ليست. لا
لا ما عندناش عدد اليوم اليوم مع احتراماتي للعدد الموجود ما نجموش نقول عدد لباس به في جابس من الاساتذه الجامعيين، اساتذه جامعيين في المستشفى الجهوي حاليا العدد معناتها لا مش موجودين حاليا مستعدين انا واضحه وهذا اللي خلينا اليوم انه اكبر تحدي فاعتقاد مطروح على ابناء الجهه سواء منهم سياسيين ولا اهل الاختصاص ولا مكونات المجتمع المدني الملمه بالموضوع والمتمكنه منه بدقائق تفاصيله هو انه كيفاش نحسس ابناء جهتنا الموجودين خارج ولايه جابس واللي هما اطارات جامعيه في اكثر من مستشفى جامعي واللي اليوم عندهم ايضا قاعدين يدرسوا وباش يتخرجوا في القريب العاجل ومنظمه التبريز الجامعي ينجحوا باذن الله كيفاش يكونوا موجودين في جابس للاشراف على هذا المستشفى وعلى هذا المكتب اللي ننتظروا فيه واللي ان شاء الله يكون جاهز بعد 3 سنوات على اقصى تقدير مش على 6 و7 و8 سنوات كما يحكي البعض. هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه اليوم زاد ايضا طبيعه الاختصاصات الموجوده نخدموا عليه كنواب الجهه وكمختلف الاطراف هي نوعيه الاختصاصات اللي باش في المستشفى الجديد في جابس. لانه اليوم عندنا اختصاصات كما تعرف المستشفى الجهوي لا تتماشى مع معاناه الجهه وخاصه المخاطر الصحيه اللي تتعرض لها والا الامراض المتفشيه بها وخاصه منها المستعصيه، يلزمنا نخدموا على الجانب هذا. من ناحيه اخرى جابس زاد اليوم يلزمنا نستعصوا من تجارب الماضي. جابس اليوم تعرف تاريخيا المطلب نتاع المطار، اليوم هو عندنا مطار، شنو اللي عملنا به؟ وشنو اللي صار فيه؟ وشنو الواقع اللي فيه اليوم؟ هل انه نجموا نعتزوا بالمكان هذاك ولا لا؟ جابس اليوم مدينه جامعيه، شنو الواقع اليوم في 2016؟ هل انه المدينه الجامعيه في جابس كيما كنا نتمناها الناس الكل وكيما ننتظروا منها الكل، جابس اليوم مدينه صناعيه، هاك تشوف شنو الاثار نتاعها السلبية على المواطن وما تمش توظيفها إيجابيا في حتى منحة، وبالتالي كيف نحبوا نحكيوا مكسب، مكسب للجهة باش يكون مستشفى جامعي مواصفات هي عملنا فيه خطوة عملاقة جدا وما زالت أمامنا تحديات ما نشككوش في القرار. اليوم عندنا قرار حكومي حب من حب وكره من كره، هذه يلزم الناس تعرفها سواء كانت سلطة أو أطراف أخرى اللي موجودة على الساحة، واليوم دورنا كنواب باش ندافع على الشيء هذا، ماناش باش نرفضوا معناتها ماهوش باش يكون عندنا تهاون في المنحة هذايا، موقفنا كنواب الجهة موحد، مداخلاتنا سنا وعملناه واللي تعملناه كانت واضحة وصريحة، واللغة اللي تكلمنا بها أقوى من أي لغة تكلم بها أي نائب آخر في مجلس نواب الشعب، ودفعنا على مصلحة جهتنا إلى ما فيه باش نوصلوا إلى مكسب ينجم يرضي أبناء الجهة. باعتبار انه مطلب تاريخي وشرعي. هذا ما فيهش اليوم حتى مجال وحتى خلاف تبقى اللي نحب نزوه. راهو الشيء اللي موجود اليوم وحتى على مستوى التصريح نتاع وزيرة الصحة في الجلسة العامة، أنا أعتقد أنها قالت النهار باش تعمل المستشفى في جابس سيكون مستشفى جامعي. أنا طموحي أكبر من هذا. اليوم نعرف وزارة الصحة العمومية من 2004 2005 عملت سياسة كاملة لخلق أقطاب صحية. أنا اليوم بالمستشفى اللي باش تعمل في جابس يلزمنا نكون ونوفروا كل الضمانات الكافية باش تكون جابس تحتوي على قطب صحي للجنوب الشرقي باش النجم وغضوة المطلب التاريخي نتاعها كلية الطب نحضروا له الأرضية المناسبة من مؤسسة استشفائية جامعية بمواصفات متميزة مقارنة ببقية المستشفيات الجامعية الأخرى، ولكن أيضا لتكون جابس قطبا صحيا في الجنوب الشرقي. وهذا التحدي الحقيقي اللي ملقى على عاتقنا اعتبر اني نعتقد انه قطعنا خطوه كبيره برشا وما زالت تنتظرنا خطوه اخرى ماهيش سهله وماهيش هينه وتتطلب منا الناس الكل ان نكونوا عندنا نفس الموقف ونفس الراي ونفس الغيره على الجهه بدون استثناء. واضح، شكرا لك، بارك الله فيك سحسون الناصي على هذه الايضاحات والمعلومات القيمه، بارك الله فيك وان شاء الله تكون عندنا لقاءات قادمه. شكرا لك. نرجع مع ضيوفنا الكرام سي صلاح وسي عبد الله. في الحقيقه على الاقل ظهر ان النواب مجتمعين على ان ما نجموش نحكوا على غير مستشفى جامعي، معناها ماذا بينا ما نجبدوش الاسم الاخر، ما عادش نكرروه، الاسم مستشفى باش يتم احداثه ومستشفى جامعي وعبر على صراحة على الأقل حسون الناس في حب من حب وكره من كره، وهذا بطبيعة ماهوش جديد، هذا تقريبا التاريخ هو اللي ثبته. سي صلاح لا عندي بارك الله فيه، يعني
كنت صافي تو بارك الله فيه على التوضيح هذا. احنا راه ما عندناش مشكل ماذا بينا طبعا ماذا بينا تكون موحدين وماذا بينا نترك معناها الصراعات الحزبيه والسياسيه وكل الحسابات نتركها مع جابس بصراحه جابس فوق الحسابات وفوق السياسه وفوق الاحزاب وفوق كل شيء. احنا رانا منخرطين في حزب جابس باش نبدا واضح معناها تهمنا مصلحه جابس. احنا كل من احسن نقول احسنت وكل من اساء سنقول اساءت وما عندناش حسابات وما نخافوا من حتى حد. فقط عندي اختلاف هذايا الاشكال اللي مخربوفني اني ماذا بيا كيما قلنا الاختلاف بين انك تبني مستشفى متعدد اختصاصات مستشفى جهوي اراو كي تعمل مستشفى جامعي صدقني سبق نتاع علو ما يحضر اراو ثم فرق بين طبيب باش يجي يخدم في مستشفى جهوي وبين طبيب باش يجي في مستشفى جامعي. اراو اشكاليه الاساتذه موجود متوفر ناكد لك ثم برشا ناس كيما قلنا برشا ناس وناكد هذا ونجموا نجيبوه حتى في اراه اصلا النص في قال تحدي ربما الاكبر صدقني لانك صبغه جامعيه سبيطار باش يبني جديد في جابس في موقع جابس ديما نقول موقع التاريخي والجغرافي لجابس اهميتها باش تبني معناها مستشفى كما يطمننا هو باش يكون معناها بمواصفات عالميه باش يكون معناها تحديثي معناها الكونسيبت نتاع 2016 هذا سيغري سيغري كل الناس باش تخدم فيه خاصه هو صبغه جامعيه وهذا باش يجيب لنا وليداتنا كلها باش يعملوا تربصاتهم في جابس وراه باش يجيب لنا وليداتنا باش يقروا في جابس ما عادش يهربوا علينا اني راه تو باش يقرا مسكين تو حاليا راهي معاناه المسكين بنيك باش تقرا مسكينه تقرا مسكين تعمل لك 8 سنين في تونس ولا في سوسه 8 سنين قرايه وبعدك تحب تعمل تخصص معناها راهو شنو اللي قاعد يصير لنا قاعد يصير مع شارج على الجبس علاش لان مسكينه ترتبط بحياتها الزوجيه ترتبط في سوسه ولا ترتبط في تونس عملك 8 سنين غاديك تتزوج على راحه بعدك تعمل الكونكور وتعمل سبيسيتي ما عادش باش ترجع لك تعمل اسره في تونس تعمل اسره في سوسه ما عادش باش ترجع. ثم حاجه اخرى وليداتنا زاده يتشجعوا باش يقروا خاطر كي تبدا تقول مستشفى جامعي فيه صبغه جامعيه فيه تدريس معناها مربوط بكليه فيه تدريس فيه قرايه دونك هذايا باش يفتح افاق ما عادش عندنا مشكله في سبيطار الحامه يولي عندنا الطب في 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 كل مستشفى مارس البردوجي معناها راه باش توفر ريت ونعطيكم حاجه شوف انت كل ولايه فيها مستشفى جامعي ما تلقاش فيها اشكاليات طب الاختصاص ما تلقاش فيها مشكله عندهم خاطر كيما قلنا هذايا هذا نخدم عليه يظهر لي ماناش مختلفين فقط انا يا اخي انا ما نحبش الضبب علاش الضببيه يا اخي احنا نحب الوضوح كانت الوزيره هذه توفر لنا هالغموض كله لكن مع الاسف الشديد ما وفرتش ما عطتناش تطمينات ما طمنتناش حقيقه ما طمنتناش علاش ولا عندنا خوف ولا عندنا شك وذاك علاش رانا باش نعملوا حركه غضب احنا متغششين بصدق متغششين خاطر يزينا مسكات يزينا ما انا خرطوا علينا كون هاو ديما احنا نمشوا بهالقانون ونمشوا بهالمراسلات وبهالكذا ما رينا حتى اجابه بون واضحه الرساله نتاعهم احنا يا اخي باش نعاونوا نعملوا رد فعل باش نجتهدوا يا اخي باش نحركوا الشارع يا ناس اوقفوا لبلادكم مره اخرى احنا راه باش ننظموا مسيره قدرة ربي نهار السبت تنطلق العشرة صباح من الاتحاد عم شغل يا اخوي تفضلوا لو راح حسابات لحسابات ولا راح حساب ولا حتى شيء احنا ننطلق من ذاتنا احنا ناس موجوعين هالبلاد موجوعين ايش قاعد يصير هالبلاد باش نخرج نعبر على راينا في اطار سلميه يا اخوي مرحبا بكم اللي يحب يجي تفضل اخوي الباب مفتوح للناس الكل جابس راهي للناس الكل جابس 6 ساعه الناس الكل جابس راهي باش نعيشوا فيها الناس كلها اني قررت باش نعيش في هالبلاد مش نخرج منها باش نموت واقف باش ندافع على بلادي وهذا حقي انا حقنا باش ندافع على الصحه حقنا باش ندافع على البيئه ما عندنا حتى خيار اخر الخيار الوحيد لكن كنت تضرب جوا نحن رانا نتالموا كي تجي انسان تعمل استراتيجيه تعمل مخطط تخدم اربع سنين احنا نخدموا اربع سنين واحنا نخدموا احنا نطرقوا في الابواب احنا نطرقوا في الوزراء يا رسول الله معناها يرجعونا المربع صفر يرجعونا العام 1982 هذا مش معقول هذا ما عادش باش نرضوا به وما عادش باش نصدقوا راه الدنيا تغيرت وتونس تغيرت وجابس راهي تغيرت 2016 ما هي 1982 وهذه رسالتي واضح ان شاء الله تكون وصلت الرساله وان شاء الله يكون التفاعل بطبيعه في جابس حتى على الاقل مبينوا ان رانا ماهيش الامور على ما يرام راه ثم وضع صحي يستحق ربما لفته من السلطات سواء الجهويه والمركزيه وفي الحقيقه ديما نعاودها ونكررها نقول ان المسيره التاريخيه للاسف ما احسناش التعامل معها ان شاء الله الحكومه ما تبينش ان الا ما تتعامل الا مع ربما العمليات اللي فيها تخريب واللي فيها تهشيم ماهيش مع الاسلوب الحضاري الراقي للتعبير وان شاء الله بطبيعه ما يكونش هذا هو الصحيح. دكتور عبد الله كلمه الختام. والله انا اود ان ازيل الالتباس ثم بعض الناس يتصورون يقول لك ان يعني مستشفى جامعي في كليه الطب هذا خطا. المساله هي كليه الطب فمستشفى جامعي
لانك لماذا لا ياتيك بعض الناس؟ بعض الناس مستعدين للاتيان، لكن لما ياتي يحب يكون استاذا، ما يحبش يكون فقط طبيبا فقط، يحب يكون طبيبا واستاذا. ايش يعني طبيبا؟ يعني انه يؤطر الناس، يعلم الناس، وانه يشرف على الاطار. لان في الجامعه يتصور نفسه انه دائما يرتقي، يزداد تقدما، يزداد علما، بحيث قضيه لما تجي كليه الطب دائما هي التي ستقدم بحيث. اما هذا اللي تحكي فيه يا سي عبد الله هو المنطق، ولكن الواقع متاعنا الان حتى ما نعقدوش، ما نريد ما نشوف سي محمود هذا الاصل فيه ربما، ولكن الان في وضع اخر، واقع اخر. ناخذ الاخ حسونه كان يتكلم بما بالمنطق المطلق الذي هو عنده هو توقت لنأخذ منطق سعسونة، وهو منطقي أنا، وهو حتى أنا عندي هذا التصور، يعني مسلم بأن المستشفى لن يكون إلا مستشفى، مسلم بأن المستشفى لن يكون إلا مستشفى جامعي. هذا منطق الأشياء وطبيعة الأشياء. أما تجي في واقع، تجي في الواقع أو في تصرفات بعض دواليب الحكومة، تجد يعني يقصد تقزيمك، يقصد تصغيرك، يعني ما تناضل أنت منه خلال سنوات طويلة منذ 1982 وقرار الوزير العالي أو ما يصدر عن الوزارة العالي، يعني جهد ما بذلته الأجيال، يعني جهد ذهب أدراج الرياح. ونحن لهذا نقول ينبغي للوزارة أن تصوب إذن ما صدر عنها، إذن ليرتاح الناس، بل وأن تزيد لا فقط كل مستشفى جامعي، بل أن تزيد كلية الطب أيضا، لأن ليس هناك وزير. نحن زارنا من قبل سي بن عمار، زارنا سي العايدي، بعد هؤلاء الناس كلهم كانوا مسلما عندهم مسلما به أن مستشفى جامعي. لما رأى واحدا منهم يتشكك، وكنا نحن لا نطلب فقط مستشفى جامعي بل نطلب كلية طب، فما بال هذه السيدة الوزيرة هكذا؟ هذا التاريخ كله تتجاهله، تاريخ من النضال، تاريخ من الصراع مع هذا الواقع، تاريخ من المعاناة، تاريخ تقريبا لي. أنا أطالب السيدة الوزيرة أن تراجع في نهاية الأمر توثيقها. فنحن قد أعطينا لكل واحد، كل مدير من هذه المدير عن كلية الطب وعن المستشفى الجامعي، بحيث في الحقيقة خطوة التي ما صدر، ما كتب، ما رأيته في الجرائد، ما قرأته في الجرائد، ما قاله سعسون حسن يبعث على التفاؤل، أما ما كتب في الجرائد كتب في الصحف. نرجو الوزيرة أن تصوب ما كتب في الصحف. بالله نطلب من الحكومه سيد، حتى سمح لي قطع سي عبد الله، نطلب من الحكومه ان تصوب الوزيره هذه، لن تصوب الوزيره مسؤوله على الاسف الشديد، تصوب بامر من الحكومه، صوبت وانتهت، صوبت نحو جبس، بارك الله فيه. لا صوبت، ليس ان تصوب الراي، ان تصوب ما صدر، بحيث حتى يذهب مع حركه التاريخ، وألا تسقط حراكا تقريبا تاع 30 سنة ألا تسقطه في الماء. لأن هذا يمثل ماذا؟ تجنيا على جبس، وما معنى هذا؟ دفعا للناس إلى أن يفعلوا ما لا يريدون أن يفعلوا. واضح، شكرا لك، بارك الله فيك سي عبد الله الزريلي، رئيس لجنة كلية الطب وجمعية كلية الطب، وكذلك الشكر موصول لسي إصلاح الدين رحيم رئيس جمعية جابس بيئة وصحة، مشكورين على الحضور، والشكر كذلك موصول لأعضاء مجلس النواب اللي شاركوا معنا، سي محمد الزريق وسي صبر الدخيل وسي حسون النصفي، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه. نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة، وإن شاء الله تكون الأخبار خير والوضع الصحي. الأخبار والزفن سمعك التصوير.